طب دكتور معلش انا هكون صريح معاك. يعني نبدا بدايه كده جوه، بس يعني في جوه عندي سؤال كده اتمنى المشاهدين، انا عارف ان حضرتك يعني بعلمك مش هتكفرني، استغفر الله، لكن في مشاهدين هيقعد يقول لي انت ايه اللي بتقوله ده وبتاع، بس خلينا نبدا واحده واحده. العشر الاوائل من ذي الحج، كل عام وحضراتكم وحضرات الساده المشاهدين طيبين، يعني هي الافضل ولا العشر الاواخر من رمضان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، واذكرهم بايام الله. لا ريب ان العشر الاواخر من رمضان من ايام الله، والعشر الاواخر من ذي الحجه من ايام الله، من الايام المباركه، من الايام المباركه الشريفه، العشر الاول من ذي الحجه والعشر الاواخر من رمضان. والعشر الاول من ذي الحجه هي التي اقسم الله تبارك وتعالى بها في قوله من سوره الفجر: والفجر وليال عشر. دي ذي الحجه. نعم، وهذا رجح من اقوال العلماء انها ايه، هناك اقوال اخرى انها العشر الاواخر من رمضان، هناك اقوال انها العشر الاول من المحرم، لكن القول الراجح الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين ان العشر التي اقسم الله بها في سوره الفجر هي العشر الاوائل من ذي الحجه. ان العشر، برغم انه قال وعشر وليال عشر، لم يقل وايام عشر. والفجر وليال عشر. وليال عشر، لم يقل وايام عشر، وقال وليال عشر. برغم انه قال وليال عشر، إن انا المقصود هي الايام العشر. باعتبار ان اللغه العربيه يعني في هذه في مساله اليوم والليله متسامحه في هذه المساله، فقد يطلق، وهذا موجود في الشعر العرب كثير، قد يطلق على اليوم والليله، يقال ليالي يعني يقصد بها ايام يعني. ايوه. يعني هذا سائغ في كلام العرب. كويس. والقران نزل بلغه العرب. العشر الاول من ذي الحجه من افضل الايام، والعشر الاواخر من رمضان من افضل الايام. المفاضله بينهما هي مفاضله نوعيه وليست بحديه المفاضله، ان هذه ارقى واعلى او هذه افضل واكرم، لا. انما بمفاضله نوعيه. فالعشر الاواخر من رمضان لياليها افضل من حيث وجود ليله القدر التي هي خير من الف شهر. تمام؟ ومن حيث أن ليالي رمضان القيام فيها، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من هذه الحيثيات، من حيث أنها التي نزل فيها القرآن، من حيث أن العبادة في لياليها وقيام الليل فيها والدعاء فيها. أما العشر الأوائل من ذي الحجة هذه يعني مفضلة لكون إيه؟ لكونها تشتمل على عبادات كثيرة جدا جدا. من هذه العبادات الصيام، يعني شرع صيامها، يستحب صيامها على الراجح من أقوال العلماء، والصدقة، وإعداد الأضحية، إعداد الأضحية، والعمرة والحج طبعا يكون في هذه الأيام، يعني يكون فيها السفر للحج والاستعداد للعمرة في هذه الأيام، ثم ينتظر حتى يأتي يوم التروية، فتبدأ أيام الحج من يوم الإيه؟ من يوم التروية، وهو قبل العرفة بيوم. والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك. فهذه أيام يعني العمل المستحب فيها كثير جدا ومتنوع جدا جدا. فكل كلا العشر الأواخر من رمضان والعشر الأواخر من ذي الحجة كلاهما له إيه؟ له فضل كبير. والمفاضلة بينهما لا يقال فيها إن هذه أفضل من هذه، لا لا، وإنما يقول إنها أفضلية نوعية. فهذه أفضليته من حيث أنها، من حيث نزول القرآن فيها، ومن حيث أن ليلها تحيا بالقرآن، وهذه أفضليته من حيث أنها جمعت كثيرا من الإيه؟ من العبادات والمستحبات التي تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى.